حسبه. يعني طول عمرك حكومي، يوم خليتني يوم بدافع عن الحكومه ما تخليني. تفضل اخ فيصل تفضل. يقاطعوني اخ خلف لو سمحت. ماشي ما يخالف تفضل. ولا تثريب جاءت في سوره يوسف، يعني هذه كلمه قرانيه مو مجال للسخريه ابو مشعل. بعضا من المسائل التي قام الاخ المستجوب بطرحها في الاستجواب